مع كل دخول مدرسي جديد يبدأ تفعيل حالة الطوارئ داخل البيوت الجزائرية بهدف تلبية حاجة الأبناء سواء النفسية أو العقلية أو الجسمية أو الاقتصادية، حرصاً من الأسر على دفع الأبناء إلى مزيد من التفوق والتميز في عامهم الدراسي، وكون اليوم الأول من هذا الدخول لهذا الصرح يوماً مميزاً ترافق تفاصيله أياً من العمر كلها، فأول خطوة نحو التعلم يرافقها ذلك المزيج من المشاعر التي اختلطت بين الدهشة والفضول. ولما لهذا اليوم من أهمية وذكريات راسخة، وجب مرافقة التلاميذ وأوليائهم بمجموعة من النصائح التي من شأنها أن تسهم في الوصول إلى نتائج مرضية للأهل والطلاب في نهاية العام الدراسي. درب ابنك على النوم والاستيقاظ باكراً قبل بدء اليوم الأول من المدرسة. تحدث مع ابنك عن الأمور الإيجابية الخاصة بالمدرسة حتى تثير تحمسه. تأكد من صحة الوجبة الغذائية أو بما يسمى اللمجة، وركز على احتوائها الحديد والفيتامينات. خصص مكاناً مناسباً للمذاكرة بعيداً عن التلفزيون وغيره من المغريات. وطد علاقتك مع ابنك واجعله يتحدث عن كيف أمضى يومه الأول في المدرسة. حدد مسؤولية ابنك في المدرسة وشجعه وكافئه من عين لآخر. شارك في تدريب أدوات ابنك وحضر ملابس الغد مساء. أول يوم في المدرسة وجب استغلاله كانطلاقة قوية لعام دراسي ناجح، والتفاصيل ستبقى ذكرها راسخة في ذاكرتنا مهما بلغنا من العمر عتيا. شكرا وألف شكر يا أستاذي، شكرا وألف شكر يا وليد بلادي.